كل شيء في البحرين يدعو للغضب ويستنهض همم الغيارة، وهذه المشاهد آخذة في التصاعد نحو المجهول مع تزايد الإرهاب والقمع الخليفي. رغم الحصار والتهديد وعدم توقف استدعاءات النشطاء، فإن الأحرار يأبون إلا أن يصدحوا بصوت الحق في نصرة المظلومين، خاصة وأن الأمر تعدى كل الخطوط وباتت قضية اعتقال النساء وتعذيبهن قضية تؤرق كل غيور. مسيرات في سترة، المقشع، أبو صابع، الشاخورة، عالي المصلس، ماهيج وغيرها ترفع شعارات موحدة وتقول لطغاة آل خليفة: لن نساوي مع على كرامتنا. سحب الدخان ترتفع إلى عنان السماء من عدد من الشوارع لتوصل رسالة للخليفيين أن الحصار لن يعجز الثوار عن إيجاد الوسائل البديلة. ومن جانب آخر، فإن قمع المظاهرات يشجع حالة الغضب ويدفع الشباب لأن يقاوموا بما يجود. إنها الثورة التي لم تتقهقر وهي تدخل عامها السابع، رغم تكالب كل القوى العظمى عليها تحفظها السماء وتحيطها أيادي الغيب. وكلما اشتدت على أهلها الخطوب نزلت السكينة على قلوبهم وقالوا إن طريق الحرية معبد بالأشواك، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. سلخوا بمسلمته